ثلاثة اثنان واحد انطلاق. أبطئي قليلا يا بهجة. آسفة، إنها المرة الأولى التي أقود فيها مركبة فضائية. مدينتنا تبدو صغيرة جدا من هنا. نحن نقترب من مركبة الفضائيين. نعسان كان على حق، القمر الصناعي يمتص كل المحبة من الأرض. لنتمكن من إطفائها علينا أن نصد على متنها. علينا أن نتسلل. محظوظ. مهلا، آسف آسف، أي واحد يطفئ البوق الآن؟ هيا. ربما لم يلاحظوا شيئا. شعاع القاطرة يسحبنا إلى الداخل، لا نستطيع إيقافه. سحاب انتظر. أو أنا لن أنتظر، يعرفون أننا هنا، لذا أنا سأحصل على بعض الإجابات. أظهروا أنفسكم أيها الفضائيون، أيها السخفاء المزعجون والرائعون بالفعل. كيف الحال؟ هل هم ويفلز فضائيون؟ لم يخبر أحد حفارة. الدبابة الطيبة، أهلا بكم، أنا صديق، كنت سأصافحكم لكن أنا لا أملك أي يدين، يمكنكم مصافحة لساني، هيا صافحوه. لا شكرا صديق، هذه مركبتك؟ مركبتي؟ بالتأكيد لا، أنا برنامج كمبيوتر يدير المركبة، المركبة تعود إلى رئيسي وهو يود رؤيتكم، خذاهم إلى قمرة القيادة، أراكم لاحقا، وداعا. حسنا، هذا المكان ليس سيئا كما ظننت، أريانا الطريق الآن. علي أن أقول بالنسبة إلى فضائيين أنهم لطفاء، ربما هذا الرئيس لطيف مثلهم. لا، الرئيس ليس لطيفا، الرئيس سيء، سيء جدا جدا. وصلنا. حسنا، لقد كان على حق، الرئيس سيء بكل تأكيد. مرحبا أيها الدبابة، أهلا بكم في مركبتي. أرى أنكم تعرفتم إلى برنامج الكمبيوتر صديق. تعرفنا وأصبحنا أصدقاء مقربين جدا. اضربوا كفكم يا دببة. أنا أمزح، تتذكرون ليس لدي يدان. أتمنى لو لم يكن لطيفا.